قبل كل شيء حبيت نشكر الصحفيين كل اللي جاوا، يعطيكم صحة كالعادة، يعني تابعوا في المسار الانتخابي وكذلك تابعوا يعني في الأنشطة نتاعنا، ميرسي بوكو، يعطيكم صحة. زيادة حاجة مهمة، نحب نشكر أعضاء شبكة مراقبون. كما البارح قلت لكم يعني كان عندنا أكثر من 1100 اعتماد، 1100 اعتماد يعني فيهم ملاحظين، حبيت نشكرهم ملاحظين وملاحظات. مع التوضيح اللي 45% من الملاحظين نتاعنا هما نساء، 60% شباب. دونك نشكر الملاحظين نتاعنا، يعطيكم صحة على الخدمة اللي خدمتوها. نشكر المشرفين، نشكر المنسقين، نشكر أعضاء الهيئة القديمة، نشكر الأعضاء المؤسسين، ونشكر الفريق المركزي. يعطيكم صحة وميرسي بوكو، يعني ما نجمش نخدم الخدمة هذية من غير مجهوداتكم الكل. باهي، في ما يخص العملية الانتخابية ويوم الاقتراع بالأخص، البارح يعني للتذكير، خاطر البارح قلنا في الندوة الصحفية قمنا بنشر أكثر من 1100 ملاحظ وملاحظة، هذوما توزعوا منهم 500 على مكاتب قارة، منهم أكثر من 300 كانوا يراقبوا بصفة متجولة يعني في محيط المراكز والمحيط مراكز الاقتراع وفي الشوارع يعني بصفة عامة. اليوم باش نجمو نقولوا لكم يعني توا نوصلوا للنسبة نتاع المشاركة، يعني تقدير شبكة مراقبون للنسبة نتاع المشاركة، لكن قبل ما نعطيكم نسبة نشوفوا شوية شنو تم رصده البارح. باهي، فيما يهم تواجد ممثلين المترشحين داخل مكاتب الاقتراع، البارح قلنا لكم 64% من مكاتب الاقتراع ما فيها حتى ممثل عن المترشحين. البارح النسبة النهائية لغياب الممثلين على المترشحين في مكاتب الاقتراع هي 44%، يعني بريسك مكتب على اثنين ما فيه حتى ممثل على المترشحين. فيما يخص حضور المشرفين من الهيئات الفرعية بمكاتب الاقتراع، في 94% من مكاتب الاقتراع فلاحظنا تواجد يعني المشرفين من الهيئات الفرعية. طبعا في الاخر يعني فيما يخص نسبة المشاركة اللي تستنيوا فيها، نسبة المشاركة اللي خلتنا لها حسب تقديراتنا وحسب العينة التمثيلية اللي خدمنا عليها هي 11.1 مع هامش خطأ 0.6%. دونك النسبة التقديرية لشبكة مراقبون لنسبة المشاركة يوم الاقتراع البارح 17 ديسمبر هو 1.1% مع هامش خطأ 11.1% مع هامش خطأ 0.6%. مع التذكير يعني توا هذايا خاطر يعني المواطن يركز يعني على يوم الاقتراع في المسار الانتخابي، لكن يوم الاقتراع هو مرحلة من مراحل المسار الانتخابي. حبينا نذكروا يعني بالبيانات نتاعنا اللي خرجت تيلة المسار الانتخابي واللي وضحنا فيها يعني رأينا من المسار هذايا. بشكل تأليفي، تعتبر مراقبون أن المسار الانتخابي منذ انطلاقه خرق بشكل واضح مختلف المبادئ الأساسية التي تقوم عليها العملية الانتخابية من مساواة وشفافية واستقلالية ومقرؤية، وتعددت مظاهر هذا الخرق الذي امتد على مختلف المسار الانتخابي التي تم يعني من أهم الخروقات تمشي انفرادي في وضع الإطار المنظم للانتخابات، إطار قانوني يضرب بشكل جوهري أهم المبادئ والأسس التي تقوم عليها كل عملية انتخابية، إشراف ضعيف وإدارة مرتبكة لمختلف مراحل المسار الانتخابي، ديناميكية انتخابية باهتة وضعيفة الحركة. هذا شفتوه يعني البارح اللي ما فماش إقبال كبير. أهم نقطة نجم نشدوها من يوم الاقتراع اللي صار البارح اللي نسبة العزوف كبيرة وقياسية، هذا أهم نقطة نجم يعني نستنجوها من يوم الاقتراع متاع البارح. نعاود نذكر بالأعداد متاعنا، النسبة التقديرية لشبكة مراقبون لنسبة المشاركة هي 11.1% مع هامش خطأ 0.6%. نسبة المشاركة التقديرية لدى شبكة مراقبون اللي يعني قمنا بتحديدها البارح هي 11.1%، منها مع هامش خطأ 0.6%. هذايا نسبة عزوف كبيرة برشا وقياسية في تونس.
كيفاش تفسر يعني الاختلاف؟ النسبة هذه كيفاش تحصلتوا عليها؟ كيفاش قدرتوها يعني بناء على أي؟ تحصلنا عليها بناء على محاضر الفرز اللي تم يعني نشرها ومدنا بها للمجتمع المدني بصفة عامة من 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 قبل الهيئات الفرعية. أكثر حاجة يعني تجلب الاهتمام هي غياب ممثلين مترشحين في مكاتب الاقتراع، يعني هذه ما كناش نشوفوا 44% من مكاتب الاقتراع لم يكن متواجدين فيها ممثلين مترشحين، اللي هذا يقبل في يعني وقت اللي الأحزاب كانت يعني متواجدة في الصراع الانتخابي يعني كانوا ممثلين مترشحين متواجدين. بالنسبة للإخلالات ومدى خطورتها على الإخلالات، كما في كل انتخابات تصير إخلالات، يعني كما قلت لكم على سبيل المثال 1% من المكاتب رينا فيها يعني توقف عملية الاقتراع، لكن نذكر يراه يوم الاقتراع مش أهم مرحلة من مراحل اليوم يعني من عنا بعض السنوات، مش أهم مرحلة في المسار الانتخابي. المسار الانتخابي نحن تقييم المسار الانتخابي اللي هو مسار ضعيف وضعيف للغاية، وهذا حذرنا به تيلة المسار الانتخابي من خلال بياناتنا والتواصل مع الصحف. صار محاولة تأثير على إرادة الناخبين، وهذا في كل انتخابات تصير، مع العلم اللي باش نقوموا يعني تفصيل هالمحاولات وين تم رصدها، محاولة يعني تأثير على إرادة الناخب باش نقولوها بطبيعة الحال في التقرير النهائي متاعنا اللي باش يصدر في بعض الأسابيع إن شاء الله.